أخبار اليوم. أنا كنت بقالي 5 سنين فيهم بشتغل في التلفزيون وبشتغل في دريم واخد المرتب أديه للمحاميين. خلاص؟ آخر الفترة ما عدتش عارفة أصرف على ابني ولا أصرف على المحاميين ولا، ومش راضي يدفع، وأنت عارف إن كانت وراه سلطة ووراه علاقات. آخر سنة أنا اللي نزلت بنفسي رفعت القضايا وترفعت فيها وخدت فيها أحكام الحبس. آخر مكالمة يا إما تتنازلي عن النفقة يا إما عمرك ما حطولي مني ولا مليم، اوعي تفتكري إن الداخلية ضدي. الداخلية في قال يعني لفظ مش كويس. من إمتى آخر مكالمة؟ من أسبوعين. أيوه. ما حصلش أي تفاوض مثلا ودي بين العائلة؟ لا لا، هو متعانت، هو شايف إن محدش هيقدر له. يعني قال لي لفظ كده ان اذا بعت هدومي هفضل ادوخك في المحاكم. قلت له ده نفقه علاج ابنك دي مش تمن الفلوس اللي بتديها لمربيه الكلاب عندك. قال لي مالكيش دعوه. وما حاولش يشوف فلوسك او يكلمه؟ هو كان قبل ما ينتخب عضوا في مجلس النواب كان خايف ان يسقط، فجات له جلطه من قيمه 4 شهور، فطلب يشوف ابنه. اعتقد الضمير يعني طلع او حاجه او صحي. فالمهم شافه والحمد لله واداله 100 جنيه وقال له اوعى تديها لمامتك وكده. وبس اول ما نجح من قبل المجلس على طول من 4 شهور. لا من قبلها بقى قعدت دي ما شافوش طول ما من ساعه ما اتولد. الوحيده اللي شافه فيها. ايوه الحمد لله. وقال له اوعى تديها. المقابله الوحيده اللي شافه فيها اداله 100 جنيه وقال له اوعى تديها لمامتك. ايوه. وبعد كده جينا بعد بيكلمه بعد ما نجح بيقول له